السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أيوب قاسم. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتحدثوا على لي تيب دو ديستريبيتور. كيف ما شفنا في الحلقات اللي فاتت، شنا لي فيران، لي جروب دو كونديسيونمون، اي لي تيب و لي رموز اللي كنستعملو لي سيمبول ديالهم. في هذه الحلقة غنشوفو لي ديفيرون تيب ديال لي ديستريبيتور. غادي نركزو على لي ديستريبيتور لي تري اوتيليزي ان شاء الله، و غنبداو ان شاء الله في الدرس ديالنا. اول حاجة غنشوفوها وهي الديستريبيتور دو، يعني السيمبول ديالو هو هذا، دو كاز دو اوريفيس. La première case ou la première position, c'est-à-dire en mode repos. On a le distributeur dans la case repos. Juge, entrée bloquée, sortie bloquée. La deuxième position, c'est-à-dire en mode travail. Yani, distributeur d'Iana, M12 d'Iana, la connexion mobile entrée ou la sortie. L'application qui est installée via le distributeur, les électrovannes. Les boutons poussoirs et les alimentations de fonteuse. Radin chauffe un exemple, principe de fonctionnement. Principe de fonctionnement ou work tally, head-out distributeur d'IANA en mode travail. Yanni, m'douze nina l'alimentation. L'air comprimé qui m'en remène hena, qui douze mène hena, ou bien qui a remène hena, et qui rouge mène. علاش؟ راه انت شهاد داتيج او الكلابيت كما كنقولوا لها، كتكون طالعه وكتسمح لينا بمرور الهواء المضغوط. اما ملي كيكون اون مود غوبو، فالهواء لير كومبريمي ما كيمرش حدو هنايا، ما كيسمحش لينا بالمرور ديالو. واحد عندنا هي الاليمونطاسيون، ها هي كتدخل منهن. جوج لوتيليزاسيون اكسيونور، يعني هذا هو اللي كيمشي للاكسيونور اللي بينا نتحكموا فيه. اي 12 هذا 12 هو لا كوموند، باش كنكومونديو في ديستريبيتور ديالنا. تاني نوع وهو الديستريبيتور 3 2. بعد ما شفنا la fonctionnement ديال 2-2، دابا غندوزو 3-2. 3-2 السيمبول ديالو وهو كالتالي، دو كاز اي 3 اوريفيس. هذا هو الشكل ديالو، هذه هي الاليمونطاسيون 1 3 ليشابمون، اي 2 عندنا هو لوتيليزاسيون اكسيونور، هذا هو اللي كيمشي للفيران. اي 12 هذه وعشرة، دوز وعشرة هما لي كوموند. هذا هو السيمبول ديالو افيك لي نيميرو ديالو. لي زابليكاسيون اللي كنستعملوهم فيهم هما الالكتروفال، لي اليمونطاسيون فيران سامبل، زعما كنستعملوه في لي فيران سامبل هذا بالخصوص، سامبل افي، اي لاليمونطاسيون دي فونتوز. دوزو الفونكسيونمون ديالو، هذا هو الفونكسيونمون ملي كيكون اون روبو. اون روبو لاليمونطاسيون كتحبس لينا هنا، هذا هنا ما عندهاش من دوز، والايشابمون هو اللي كيدوز من هنا. الفيران او الفونتوز يعني كيكون داخل كيدوز، هذا هو الايشابمون. On travaille qui doit dire l'alimentation menhnaya ou que tu direct l'actionneur dire n'admettre pas que mon fils ou que tu m'as libre de sortir. Amma l'échappement, échappement qui est mahbous, qui est l'échappement, c'est numéro 1, position numéro 1, position numéro 2. On doit chauffer l'animation dialo pour que nous fassions bien هاد ديستريبيتور 3 2. هذا قلنا هو اول
انيماسيون نشوفو وهي ديال 3D 3D وهو كالتالي كيخدم لينا قلنا مع لي فيران سامبل اي في الدور ديالو كيبان في هاد الفونكسيونمون ان شاء الله. هادي هي ليمونطاسيون منك تكون في لاكاس الاولى كيكون بلوكي لينا على ليمونطاسيون و كيش اشيابي لينا لير اللي كيكون في الشامبر نيميرو 1 والتيج لا فورس اللي جايه من التيج كتكون اكبر من لا فورس اللي كاينه هنا دونك لا فورس اللي جايه من فيران من الروسور كتكون اكبر من اللي كاين هنا دونك التيج كيدخل والفيران كيدخل. ملي كنبدلو لاكاس وكنعطيو لا كوموند لير كومبريمي كيدوز من هنا وكيمشي للشامبر نيميرو 1 دونك هاد لا فورس اللي كاينه هنا كبر من لا فورس ديال الروسور اي لو تيج فا سورتي. فونكسيونمون سامبل ومفهوم ان شاء الله في هاد لاليمونطاسيون. نكملو الدرس ديالنا ونشوفو لي زوطخ تيب. بعد ما مشنا للديستريبيتور 3D بقى نوع اخر الا وهو ال 5D. 5D السيمبول ديالو هو هذا 5 يعني 5 اوريفيس 1 2 3 4 5 هذا هو الشكل ديالو. 1 هي الاليمونطاسيون 2 عندنا هي لا ليشابمون او ليشابمون او لاليمونطاسيون 4 هي ليشابمون اي 5 عندنا او 3 كل مرة اش كيخدم 14 و 12 عندنا هما لي كوموند. ندوزو الفونكسيونمون ديالو هذا او مود روبو هذا او مود ترافاي سمحوا لينا او مود ترافاي هذا هو مود ترافاي اليمونطاسيون كتمشي لينا لاكسيونور. اما او مود روبو اليمونطاسيون كتمشي ملي كيتغير التيج كيحبس من هنا ما يدوش من هنا وكيخلي الهواء المضغوط يمشي من هنا وليشابمون كيهود من هنا وكيخرج من هنا. في الانيماسيون ان شاء الله غادي نفسر مزيان كيفاش هاد ليشابمون وهاد الاليمونطاسيون كتحكم لينا في الفير في الدخول والخروج ديال الفير. شوفوا لاليمونطاسيون وندوزو النوع الاخر من الديستريبيتور هذا كيف ما كنلاحظوا وهو الديستريبيتور 5D. قلنا كيحتوي هاد الديستريبيتور كيتميز عنده دو اشابمون يعني دو اشابمون ها واحد ها جوج مره كيكون كنستعملوا هذا ومره كنستعملوا هذا اون روبو يكون عطينا لا سورس غاديه الشومبر نيميرو 2 وهاد لا سورس اللي كتكون داخل هاد لير كومبريمي اللي كيكون داخلنا كيعطينا واحد الفورس كبر من هاد الفورس اللي كتكون هنا في لاشومبر نيميرو 1 وبذلك يكون تيج داخل. كنعطيو لا كوموند وبذلك كنشانجيو لا كاس او لا بوزيسيون دو ديستريبيتور وكنشانجيو لي لا سورس باغ لي شابمون. كنعطيو لا سورس في لاشومبر نيميرو 1 كيكون عندنا واحد البريسيون هنا اكبر من هذا وكيمشي لينا هذا كيخرج لينا لا تيج ديالنا. ملي كنرجعو كيعطي لاليمونطاسيون هنا وكيدخل لنا الفيران ديالنا. اوكي فهم. لوتر ديستريبيتور سي 4D ميم فونكسيونمون كان 5D يعني بحالو بحال 5D مي ان سول ايشابمون افيك ان سول ايشابمون تما كان عندنا في 5D كان عندنا 2 اشابمون هنا عندنا ان سول اشابمون هو اللي كيكون واحد اليمونطاسيون 2 اي 4 لوتيليزاسيون دي اكسيونور هاد الجوج اللي كيكونوا فوق 3 ليشابمون اي 12 اي 14 اي 14 وي ما لي كوموند ما مش كنتحكموا بالديستريبيتور. هذا هو السيمبول نورماليزي ديالهم 4D فلاش كيكون هابط فلاش كيكون طالع في لاكاز وكنقلبوهم في لاكاز الاخر. لي زابليكاسيون اللي كنستعملو فيهم هاد الفيران ما هما
بحال 5 دو اي 4 دو بحال بحال نفس لي زابليكاسيون كنحتاجوهم. هو لي اليمونطاسيون دو فيران دوبل اف اي هنايا اي ان سول ريغلاج بوسيبل دو فيتيس دو رونتري اي دو سورتي. يعني مني كان نبغوا نتحكموا في الريغلاج ديال لا فيتيس اللي كيخرج بها ويدخل بها الفيران. 4 دو هو وكالتالي 4 اوريفيس دو بوزيسيون كنعرفوهم السميه. والفونكسيونمون ديالو قلنا كيخدم افيك لو فيران دوبل اف اي ما كيكونش الروسور كيكون لاك دو الكاتر او لا دو وي دو غادي علينا على شومبر نيميرو 2 والكاتر نيميرو 1. هذا هو الفونكسيونمون ديالو. مني كيكون في هاد اون روبو كيكون عاطي لاليمونطاسيون في لا شومبر 1 وبذلك يكون هاد لا فورس لي مابليكيا هنا في الزرق كبر من هادي ولا تيج كيكون داخل. كنعطيو لا كوموند باغ ايسي 12 او 14 12 ولا 14 كيبدل لينا لا ريسورس اليمونطاسيون وكيعطيها الشومبر نيميرو 1 او كي ايشابي لينا لير من لا شومبر نيميرو 2. وبذلك هاد لا فورس كتكون كبر من هاد لا فورس اللي في الشومبر نيميرو 2 اي لو تيج فا سورتي. نتمنى تا هو يكون مفهوم فونكسيونمون بسيط ما فيش شي حاجة. ندوزو للتيب لي تيب ديال لي بقاو لينا. ديستريبيتور 3 بوزيسيون وهذا هو اخر ديستريبيتور غنشوفو ان شاء الله. كيكونوا في 3 بوزيسيون 1 2 و 3 position 1 2 3. Il y a deux types ou fonctionnement on peut dire. Yani ando hada de fonctionnement centre ouvert qui est mahloul menni qui est hnaya et centre fermé yani menni qui est hna fi had la case numéro 2. Kifach chouf le fonctionnement dialo. هنا عندنا ديستريبيتور هذا اون مود روبو يعني لاليمونطاسيون كتكون بلوكيا هنا كيكون اون مود روبو او ارجون يعني ما كان كنفيكسيو لا لا بوزيسيون دو فيران. الا كان خارج كيبقى خارج كنرجعو هذيك كيبقى خارج. كان داخل اونتري كنرجعو هاد البوزيسيون كيبقى داخل لينا الفيران. هادي اون مود فيرمي يعني الفيران غادي يدخل وي اليمونطاسيون غتمشي الايشابمون ديال الفيران و الايشابمون غيكون في الاليمونطاسيون ديال الفيران. يعني غندخلو الاليمونطاسيون في الشومبر دي و ايشابمون غادي ايشابون من الشومبر 1 والفيران كنتيجة غادي يدخل. اخر فونكسيونمون وهو اوفر يعني كيخرج لينا الفيران. مني كتكون هادي اليمونطاسيون كتمشي لينا الشومبر 1 والايشابمون كيخرج لينا من الشومبر 2 وكنتيجة كنحصلو على الدخول ديال الفيران. ندوزو الانيماسيون اللي عندنا في هاد الديستريبيتور ونحاولو نفهمو مجموعين ان شاء الله. اخر نوع قلنا غنشوفو وهو الديستريبيتور 5 3 5 اوريفيس 3 بوزيسيون. لا تخوازيام بوزيسيون هو باش كيتميز هاد الديستريبيتور. هاد تخوازيام بوزيسيون هي اللي كتفيكسي لينا كيف ما كيبان لينا لا بوزيسيون دو ديستريبيتور. كان داخل كنرجعو هادي كيبقى داخل نيمبورت كيل فورس كنطبقو على كنخدمو بها الفيران ولا كان خارج كيبقى خارج كنرجعو لهاد لاكاز كيبقى خارج. نشوفو كيفاش. هنا عندنا اون مود ارجون كيتسمى او روبو كنعطيو الكوموند كيشونجي لينا لا سورس باغ ليشابمون وكيخرج لينا لا تيج مزيان. دابا غنرجعو لمود ايرجون
يرجع كيف ما كتلاحظوا كيبقى لاتيش خارج. هذا هو الدور ديال هاد لاكاز اللي كيتميز بها هاد السانك دو. واخا كي و بور سيكوريتي كنحتاجو زعما يبقى لاتيج خارج، و باسكو بعض المرات كتكون واحد الفورس كبيرة هنا تقدر تلعب لينا على هذا. اما ملي كنديرو هاد لاكاز كيبقى لاتيج خارج نيمبورت كي فورس كان ابليكيو على الفيران. ملي كان كي قلنا كيخرج مزيان كنرجعو هنا كيبقى خارج. لو ميم باغ الى دخلناه او دخلتيه كنرجعو هاد لاري ديورجون صافي كيبقى مفيكسي سير سيت بلاس ايسي سيت بوزيسيون لو فيرا. هذا هو الدور ديال هاد لاكاز ديالنا، ونتمنى تكون الانيماسيون مفهومة. اوكي، هذا ما كان شفنا لي تيب دي ديستريبيتور بنوماتيك. هادو كانوا لي برينسيپ او لي تيب لو برينسيبال اون بنوماتيك. ونتمنى نكونوا وصلنا لكم شويه وفهمناكم شويه كيفاش كيخدم لي ديستريبيتور. وبالتوفيق ان شاء الله في لي زيتيد ديالكم. وكان معكم أيوب قاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.